أيها المتابعون الأعزاء مستمعينا الكرام، أحييكم مرة أخرى ونتواصل، ولا زالت هذه الانطلاقات متواصلة بهذه الأسماء بهذه التحديات، شوطا ينتهي وشوطا يبدأ بحماس، يبدأ بشعارات جديدة بأنواع متميزة حضرت دائما نتابعها بهذا الميدان الرائع، ميدان الذهب على البركة يتحرك شوطنا 12. وجائزة هذا الشوط عبارة عن سيارة للفائز بالمركز الأول. تنطلق هذه الجعدان في بحث عن الناموس. أذهب إلى البداية لأتابع سعد محمد بن علي بن سلطان بن رشيد، من يقدم سعد على المركز الأول، والناموس هو سعد، هو الفرحة الكبيرة. بينما المركز الثاني فأتابع الواصل على المركز الثاني والمنطلق بهذه اللحظات شاهين قادم، أحمد بن عبد الله بن راشد بن معدن من يقدم شاهين. من الجانب الآخر أتابع الاسم اللي قادم متابعينا مشاهدين الكرام، متعب أحمد بن سيب ضبيعة من يقدم متعب من الجانب الآخر. والمركز الرابع شعار حمد بن موسى بن غدير من يقدم المشير. وخامسا متابعينا الأعزاء وصل سحاب يمعى بن راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي، هو القادم، هو الباصل بهذا الشوط. وبن مرخان وبن رشيد أيضا ينطلقان مع المراكز الأولى مع المراكز المتقدمة، ولكن شعار حمد بن موسى بن غدير لازال ينطلق بكل لقوة، يقدم العرض المميز والعرض الجميل. بن رشيد من الجانب الآخر، يا سلام يا سعد محمد بن علي بن سلطان بن رشيد، ولكن شوف اللي قادم، بن مرخان واصل، بن مرخان واصل، يا سلام يا نجد يا نجدة محمد بن راشد بن مرخان، يا سلام غير غزا على البداية، انطلق إلى المقدمة بكل قوة بتحدياته بقوته هذه الكبيرة. يا سلام يا بن مرخان، يا سلام على هذا الانتصار، تهانينا تهانينا لمالك نجد محمد بن راشد بن مرخان على هذا الانتصار. المركز الثاني، المركز الثاني وصل مقلوع أحمد بن عبيد بن رفيع الفلاسي، والمركز الثالث أحمد بن عبد الله بن رفيع، والمركز الثالث وصل المشير حمد بن موسى بن غدير. التوقيت الزمني دقيقتين و12 ثانية. تهانينا والناموس، هذا هو التوقيت الذي صاحب نجد بهذا الشوط. تهانينا لبراشد محمد بن راشد بن مرخان اللي اكتبي على هذا الانتصار الرائع. تهانينا لكل الاخوه الفائزين والاشواط التاليه. تهانينا وناموس.